قال سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر كوب 27 للمناخ، قال إنه خلال ترأس مصر لمؤتمر الأطراف استطاع تحقيق إنجاز كبير في ملف الانتقال من الوعود ووضع القواعد والالتزامات للتنفيذ. وأضاف شكري في كلمته خلال تسليم رئاسة مؤتمر المناخ إلى سلطان جابر رئيس الدولة الحالية بالإمارات إن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار واعتماد برامج تخفيف الأضرار يعد إنجازا كبيرا حققه مؤتمر كوب 27. تنفيذ لم يكن مجرد شعار، وإنما طلب جاء في حينه للانتقال من وضع القواعد والالتزامات للتركيز الفعلي على التنفيذ الملموس للالتزامات على أرض الواقع، وهي دعوة استجبنا لها معا، وذلك عن طريق إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والبدء ببرنامج عمل الانتقال العادل والاتفاق على برنامج عمل التخفيف. ولذلك أبدينا التزاما راسخا للنهوض بالعمل المناخي خلال هذا العقد.